عليكم ورحمة الله وبركاته. عصر الثلاثاء من عصريات الطائفة الحلوة. 17/7/1439. نحن في طريق الجنوب وصلنا قية ومتجهين على ترعة الثقيف. طبعا المسافة 160 كيلو من الطائف إلى ترعة الثقيف. لقية 80. نحن في المنتصف الآن لحضور منتدى الثقافي ثقافي أدبي ثقافي بدعوة من أعضاء مجلس المنتدى وخصنا بالدعوة حبيبنا الأستاذ سامي قتار الثقفي، ومعي أو أنا في صحبتي أستاذنا الأستاذ محمد الراعي، ومعنا ابن الديرة. لا تروح منطقة اللي معك ابن الديرة، أيوة، الأستاذ عبد الله الثقفي. سلام على ثقيل. ونحن في صحبة أستاذنا الأستاذ محمد الراعي معانا. عاد قلت له شوف أنا قدام، ولأنه يخاف من تعرف جبال عندنا هنا يخاف، وقال خلوني أنا ورا. تعرف أهل جدة ما الجبال ما يعرفوا، لا في البحر إحنا نخاف، هم قدام، بس إحنا في الجبال إحنا قدام. وعنده برنامج اسمه على الكورنيش. قلت له إحنا برنامجنا هنا، الله يرضى عليك، اليوم احنا برنامجنا على ترعة الثقيف على طول. ترعة الثقيف. السلام عليكم، مساء الخير، تحية لكل المتابعين، تحية لكم. احنا في طريقنا الى ثقيف ولحضور منتدى الثقفي، ومنتدى الثقفي رئيس ومؤسس الاستاذ سامي بن غتار الثقفي. هو دكتور طبعا صار الان دكتور سامي بن غتار، والشاعر الاديب المرموق حقيقه. شكرا لهذه الدعوه، وان شاء الله نوافيكم بالتفاصيل سواء في حسابي او في حساب المهندس رويد. وتحيه من صديقنا عبد الله الثقفي، ثلاثه شاهي مرافقنا في هذه الجوله. طلبنا شاي بنعناش والله شاهي، واللي ما يفدق يذوقه بعدها يحكم عليه. هذا شاهي والله شاهي، واللي ما يفدق يذوقه بعدها يحكم عليه. هذا شاهي.